مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، برحب فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة تلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمال. تحية لكم بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية. دائما عم نتعرف احنا وياكم على شمال لبنان، على الطبيعة الخلابة، على المواقع التراثية، المواقع البيئية والمواقع السياحية، بالإضافة أبرز الأنشطة اللي عم تحصل بالمدن والقرى والبلدات الشمالية. تحية لكل المغتربين، ودائما لبنان مشتاق لكم خصوصا في بداية موسم السياحة الشتوية. أكيد بعدنا عم نعيش تحت تداعيات الزلزال اللي ضرب تركيا وسوريا، بالإضافة للهزات الأرضية اللي عم تحصل بكل المناطق اللبنانية. لبنان مع ذوي الضحايا إن كان بسوريا أو تركيا، بالإضافة في حصة كبيرة للبنان وخصوصا شمال لبنان. تعازينا الحارة لكل العائلات وإن شاء الله تنذكر ما تنعاد. أصدقائي، اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا من برنامج مرايا الشمال. جمعت دار جالوس بريس للنشر أهل طرابلس والأقضية الشمالية بفعالياتها السياسية والدينية والثقافية والفكرية والإبداعية والاجتماعية بمناسبة احتفالها بإصدار كتابها بعنوان طرابلس في عيون أبنائها والجوار في مركز الصفدي الثقافي في المدينة. الكتاب يحتوي على مقالات وشهادات لخمسة وخمسين شخصية ولدت في طرابلس أو جوارها. يعني الحقيقة كانت مبادرة خيرة من آل جروس جميعاً ومن الأستاذ ناصر خصوصاً، إنه طلب من محبي طرابلس، من ولاد طرابلس، ومن يلي بيحبوا طرابلس من خارج طرابلس إنه يحكوا عنها، لأنه حقيقة ما فينا ننكر أبداً بأنه طرابلس مظلومة، طرابلس مهضوم حقها، وطرابلس ما عم يبين فيها كل الرشاس، كل الغنى يلي موجود فيها. وكان من اللازم ومن الواجب انه نحكي عنها بالحاضر، ونحكي عن تاريخها، ونحكي عن الاحداث يلي صارت فيها. فبالتالي طلع هالكتاب الرائع هيدا، يلي حقيقة لازم يكون بكل بيت، مثل ما قلت انا هذيك المرة لطلابي، لازم هذا الكتاب يكون بكل بيت من محبي طرابلس، من اهل طرابلس، لحتى نحكي كلنا فيها والنادي بحقوقها. الفنانة التشكيلية نينا جروس، قديش حلو اليوم ملتقين كلياتنا حول كتاب عن المدينة. أكيد شيء حلو كتير، لأنه طرابلس هيدي مدينتنا ونحن غبينا وعشنا فيها، وهيدي الذكريات اللي عم نحكي عنها بالكتاب هي ملكنا، هي ملك طرابلس، ملك أهالي طرابلس بكل طوائفها، وهيك كل حياتنا عشنا ورح نضل عايشين هيك. دكتورة نادين العلي، بدلك يعني دايما بشوفك مبسوطة كتير بعودة الحياة الثقافية، إذا بدك القلق الثقافي وخصوصا لهالمركز اللي شهد عن أحداث ضخمة ثقافيا واجتماعيا. اليوم كلياتنا متجمعين حول طرابلس في عيون أبنائها والجوار. يعني شو بدك أحلى ما يجوا حوالي 55 شخص يكتبوا عن طرابلس بالزمن الجميل. هيدول الأشخاص ما بس بينتموا لمدينة طرابلس، هيدول من كل المناطق، من صغرتا، من الكورة، من البترون، من كل الجوار. تعرف قديش كانت طرابلس تلعب دور حلو، قديش كانت طرابلس مهمة بهيدي الفترة. الكتاب الحقيقة هيك بيردنا، أنا لما بلشت أتصفحه الصور ما كتير بعيد الورق الوقت اللي مرق، ولكن بتحس هيك بالحنين لهالأيام الجميل، وقديش مرق على طرابلس ذكريات، وقديش مرق أحداث، وقديش مرق أشياء ثقافية بنعتز فيها. هيدا كتاب غني جدا، هو اليوم الحدث بمدينة طرابلس، وأكيد نحن قلنا الشرف كمركز صفدي ثقافي يكون عم بيصير هيدا الحدث عنا. كلمتك لدار جروس اللي بعضهم مصرين هالدار العريقة على الإصدارات، مصرين على أنه يحتضنوا إذا بدك هالأدباء المثقفين. يعني هدول الأمل، نحن اليوم بطرابلس لو ما في هدول الأشخاص اللي بعدهم مؤمنين بالدور الثقافي وبأنه هيدي المدينة بالذات من قلبها بده يطلع هيدا الدور، أكيد هيدي المدينة كانت فوق كل شيء قصته كان وضعها أصعب بكتير. منوجه لهم تحية كبيرة، منوجه تحية كتير كبيرة لأستاذ ناصر جروس القيم على هيدي الدار، ومنقول له يعطيك العافية، وإن شاء الله يا رب. هو ما في شك أنه هيدي الدار إلى ألقى، وإن شاء الله يا رب كل مع الأيام الجاية الأدوار بتكون أكبر، ويقدر يضل يستمر ينشر
ويفرجي الصور الحلوة الثقافية عن طرابلس وعن غيرها. بالحقيقة يعني هيدي المبادرة أخذناها إنه كل إنسان بمجال عمله لازم يقاوم، ونحن هالمقاومة عملناها هي في سبيل أعطاء الصورة الحقيقية لطرابلس. طرابلس اللي كانت عروس شمال كانت بالفعل حاضنة كل جوارها. طرابلس كانت الحياة الحلوة الاجتماعية الثقافية التربوية يعني بكل المجالات، فحبينا نستعرض هذه المرحلة تتذكر أولادنا وأحفادنا ويتذكر العالم كله أنه هذه المدينة كل ما حكوا عنها وشوهوا لها صورتها، بس لا، هذا كله كان حرب عليها. فنحن اليوم جينا بهالكتاب تنفرج الناس أنه مش عم نبكي على الأطلال، لا، عم نذكر العالم بأهمية هذه المدينة. كتاب طرابلس في عيون أبنائها والجوار كتب فيه 55 كاتب وكاتبة، حملوا فيهم هموم طرابلس، حكوا فيهم ماضي طرابلس، حاضر طرابلس، مستقبل طرابلس. وحقيقة جاروس بريس بهالخطوة اللي عملها أعاد إلى طرابلس الخارطة الثقافية والحضارية والإنمائية، ونتأمل أنه تثمر هذه الندوة اليوم سلسلة مشاريع وملفات وتحريك لكل قضايا طرابلس في لبنان. وهذا الكتاب أخذ شغل أكثر من سنة، خصوصا بعد ما انكتب وكذا قررنا نزيد الصور، وهون كانت عملية البحث عن الصور. وصراحة كنت حاسة حالي كأني عم أقدم فحص، الصورة ملائمة لهالمقال مش ملائمة، ما يكون الصورة مكررة كذا مرة، بس الحمد لله الله وفقنا وإن شاء الله بينال إعجاب الجميع. الجوار كله انصب حتى يكتب عن طرابلس مع من كتب من أبنائه. أنا تليت الكتابة عن موضوع العلاقة بين صغرتا وطرابلس، وبالواقع الرخت للمرة الأولى عن الحضور الصغرتاوي اللي قبل 75، يعني اللي بيمتد حوالي خمس عقود. وللأسف بحرب السنتين انتهى بليلة واحدة. طبعا هالكتاب هو مجهود كبير، ويلي بيضم على عشرات من الطرابلسيين، كل واحد منهم من زاوية معينة عم يحكي على طرابلس يلي بيحبها وبيعشقها مثلي. دار جروس عطول بطرابلس نقطة مضيئة. العمل يلي عامله أنا بعتبره عمل ضخم، حتى كل يلي كتبوا بالكتاب كتبين بكتير حب بكتير صدق، ما عطوا طرابلس شي مش لقلة. دكتورة زهيدة درويش جبور، أول شو اشتقنا لك؟ الله يخليك، فعلا اشتقنا وإنما ظروف. خبريني اليوم عن الكتاب، عن هالثروة الأدبية بهالاحتفالية اللي عملتها دار جروس. يعني الحقيقة الشكر كله لدار جروس بريس بهالمناسبة هيدي وبهالظروف، إنه يلتقى ناشر يكون عنده الجرأة إنه يطبع كتاب لمجرد حبه لهالمدينة وتعلقه فيها. هيدا الكتاب أنا شخصياً بعتبره إنجاز ومرجع. يعني أنا ابن بشري وطرابلس هي عاصمتنا وبكل فخر، واليوم يعني مساقب اليوم بهيدا الكتاب والدي أنطوان الخريطاء عنده كلمة، عنده تجربة لأن له علاقة بطرابلس، وبالنسبة لنا كل النشاط الثقافي بالشمال كان يصير بطرابلس، وهذا التنوع اللبناني كان أساسه بطرابلس. أنا بحاول دايماً اترك اذا بدك، ما بفوت اي مناسبه بتصير بطرابلس ولا على اي مستوى كانت، بعدين بترجع بتشوف هيدي الوجوه الطرابلسيه يلي لازم يضوى عليها، والاعلام اخطا ولعب دور لانه ما كان يضوي او على قاده المحاور او يلي بيقوصوا على بعضهم، بس هيدي الوجوه اللي بعتقد الموجوده اليوم، هاي الوجوه الطرابلسيه والشماليه يلي هي لازم تكون محط انظار الجميع اعلاميا وثقافيا واجتماعيا. اول شيء بدي اقول مبروك لعميد الناشرين ناصر جاروس ولاده هالكتاب اللي بيحكي حكايه الموده الكبيره بين طرابلس والجوار، مثل عدد كبير من الكتاب والادباء والشعراء والمنتدين. انا كاتب عن علاقه من علاقات اهدن التاريخيه اللي ربطت طرابلس. تعرف منظر انت كان يقولوا طرابلس مشتى الصغرتاويين وأهدم مصيف الطرابلسيين، وناصر بعده لليوم محافظ على هالميزة، بعده يصطاف بأوتيل بيلمو أهدن. كاتب أنا عن ذكريات يعني أهالي طرابلس في أهدن. أولا أنا مبسوط بعودة الحركة إلى مركز الصفدي الثقافي الذي أصر على تسميته، وأقول إنه وقف خيري ثقافي دائم لمدينة طرابلس، وعليه
فإن هذا الوقف سيبقى مفتوح الأبواب لجميع الراغبين وجميع العطاشة. كلياتنا بنعرف معالي الوزير السابق الدفاع يعقوب الصراف، المهندس يعقوب الصراف. اليوم نتعرف أكثر على بيته التراثي على هالطاحونة القديمة بقرية كرم عصفور على الكتف النهر تماما، قاعدة بيئية غير شكل، بيهتم بالزراعة، بيهتم بأشغال يدوية على طريقته، على الطريقة الريفية، وخصوصا اهتمامه بالبيئة بكل الجوانب. معالي الوزير، بدي أقول لك أول شيء بنتشكرك، اليوم فتحت لنا البيت على مصراعيه وشفنا هالتراث الحلو. أول شيء هذا البيت مفتوح من 100 سنة، وهذا بيتكم وهذا داركم. برحب فيكم بكرم عصفور، بس الأهم من هيك برحب فيكم بنهر عرقة. عرقة مدينة عمرها 7000 سنة، وهذا يثبت أنه تاريخنا هو متجذر بهذه الأرض، ما بس من 100 سنين ولكن من عشرات الآلاف. مثل ما نكون شايفين، هذه هي مطحنة عثمانية، وكانت لأنسبائكم آل المرعبة، وشاءت الصدف والأقدار أنه الوالد اشتراها وحولها من مطحنة إلى بيت، وأصر أنه تبقى على طابعة مثل ما كانت أيام العثمانيين، وترك لنا هذه الورثة مع الواجب الحفاظ عليها. بقى الحفاظ عليها وليس فقط لأني بهتم بالبيئة، ولكن بهتم أكثر بكثير بوصية وذكر الوالد الله يرحمه ويتيكن. معاليك، طالما هي كانت بالأساس لبيت المرعبة، فينا نستردها؟ هي مقدمة وقت بدكم. لا فعلا، ليك أكثرية المنشآت الصناعية في عكار كانت مملوكة من بيت مرعبة، ومن هيك أكثرية المطاحن وأكثرية الحصون القديمة كان آل المرعبي عندهم اليد بإنماء الصناعة في عكار قبل كل العالم. وفعلا يجب أن نعترف أنه جمال هذه المنشآت يعود لعلم وثقافة آل المرعبي، وإذا ما فينا بداخل هالبيت الحلو اللي هو مؤلف من 3 طبقات، مش هيك؟ طبقة الصالون أو البهو الكبير، يعني اللي في زاوية الشمينيه، في زاوية مرعى البيت، تاريخ، مش هيك؟ شفنا الأوسمة للوالد، شفنا بعض المقتنيات القديمة. أول شيء نعم، في 3 دور. الدور اللي احنا قاعدين فيه اللي هي الأبو، لأن كان النهر يطلع من هون، ما تطلع من هون بالضبط على النهر. كان الطابق الأرضي اللي كان هو المطحنة مثل ما هي، والطابق الفوقاني اللي عمره الوالد واللي صار سكن. بتقلي عشنا عندها تاريخ، نعم، غير التاريخ العثماني. يجب أن نفسر للرأي العام أنه بالزمانات كان النهر يمرق فوق المطحنة، وكان في سكر طوله 5000 متر، ولقينا بقلب السكر آثار رومانية. كان وقت تتهدم المطحنة يرجعوا يستعملوا البنى التحتية اللي كانت موجودة قبل من سكر المي ومن الحجار طبعا المطحنة، ليرجعوا يعمروا المطحنة الثانية. أصبح نعم في آخر مرة بنت على أيام الوالد آخر طابق هو عمره، يعني عم نحكي من 60 سنة. يا بيتنا الخلق الضباء هونيك عحدود القمر بالعطر بالنسم الغامر بالشمس من قبل الغياب. يا بيتنا الخلق الضباء معاليك، بالأيام حضرتك ساكن
بهيدا العرزين مش هيك؟ بالضبط. الوالد الله يرحمه مع أني أنا مهندس منعني أتعاطى بالبيت القديم، لأنه كان مقتنع أنه كل شيء يضاف إليه قد يخفف من قيمته. من هيك قررت أعمر أنا عرزيل بإيدي، وهلأ ساكن فيه الحمد لله، وما في أحلى من عيشة الطبيعة، لأنه فعلاً بتعيش الحياة مثل ما لازم تكون. يعني حولك بيئة حلوة، مواسم زراعية مختلفة، أشجار حتى يمكن جايبها من بلدان، منها نباتات، منها أشجار حرجية، منها أشياء مثمرة. لك هوايتي هي تجميع الـ الـ الشجر الأجنبي كما نقول الوطني، علما أنه الله عطي الطبيعة اللبنانية كنز. ولكن مثل ما بتشوف هون كل زاوية فيها ذكريات، ليس فقط للتاريخ وللولد ولكن لكل العالم. في البيت الزجاجي بيت هندسي فريدي من نوعه على كتف نهر عرقة، النهر العريق، بالإضافة حلو. شو هذا؟ شو قصته هذا البيت؟ البيت الزجاجي كمان كان ورثة. وقت أنا رجعت من الغربة قرر الوالد أنه يترك لي البيت الكبير، وهو كان بده بيت صغير لقله بدون درج وبدون شيء، ويكون منعزل عن العالم وعن العجقة. ومن هيك هو قرر موقع هذا البيت. لسوء حظي توفى قبل ما يشوف هذا البيت، بس أنا التزمت أني كفيه وتأخلط بين التقدم المعماري والنظرة المستقبلية مع العصر العثماني. من هيك قررت صممه بهالشكل. شو هيك كلمتك للناس اللي يعني ضرورة المحافظة على البيوت التراثية؟ مثل ما بتعرف بعكار، بمنيارة وغير منيارة وكل القرى والبلدات، وعندنا بالبيري وبالبرج، وعكار مليئة بقلاع تراثية وبيوت حلوة، يعني في ناس عم بيهملوها، شو بتقول لهم كلمة؟ أول شيء ما بيبقى لك غير قديمك. قد ما حاولنا أو فرض علينا أطباع وعادات غربية أو أجنبية حتى لو كانت جاية من الشرق، أول أخير هالأرض أرضنا، وتاريخنا هو تكدس آلاف السنين من العلم والثقافة والحياة والجهد والدفاع والعشق. نصيحتي اللي عنده 100 متر مربع يعمر أوضة صغيرة تيخلي أولاده يرتبطوا بهالأرض. أحلى هواية عندك هيك دايما يعني بتلجأ لها غير القراءة والصلاة؟ أحلى هواية هي الشغل بالأرض، ما قلنا غير الأرض. الزراعة لك النبتة مثل الولد، بتربيها وبتبسطك وبتنبسط فيها، وأول أخير أنت بتذول وهي بتبقى. جمعية صبر السلام الاجتماعية بالمنيا مؤسسة عريقة، فعلا عندها إنجازات على الصعيد الإنمائي والخدماتي والإنساني، وتأسست طبعا منذ سنوات طويلة وإلى أيادي بيضاء بالعمل الإنساني بمنطقة المنيا وضواحي هالمنطقة العزيزة بشمال لبنان. ولكن مؤخرا تقريبا ومنذ 6-7 سنوات اليوم اهتموا صحيا إنسانيا أكثر من خلال مركز للإسعاف بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اللي دائما عم بيهتموا بكل الحوادث، إن كانت حوادث صغيرة حوادث كبيرة، بالحروب، بكل الملامات بتلاقي الأمبولانسات وسيارات الإسعاف متواجدة دائما. فضيلة الشيخ رستام مرس بدي لك يعطيك العافية، الله يقويكم، يعني شغل مبارك حقيقة وجهود مثمرة ومتميزة. أول شيء بتشكرك كثير على هذا اللقاء الكريم. حقيقة نحن بفضل الله سبحانه وتعالى بدأنا بمشروع الإسعاف منذ 7 أعوام، انطلقت هذه المسيرة لأن المنطقة بحاجة ماسة كانت إلى جهاز إسعاف من أجل أن ينقل جرح حوادث السير والحوادث التي تقع في البيوت ونقل المرضى، والمنطقة لم يكن فيها يعني أي جهاز إسعاف آخر. فبفضل الله سبحانه وتعالى انطلق جهاز إسعاف سبل السلام بتمويل وإشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،
ونحن اليوم نعمل على 5 محاور. المحور الأول هو نقل وإسعاف المرضى والجرحى من الطرقات إلى المستشفيات ومن البيوت إلى المستشفيات وبالعكس. المحور الثاني نعمل على معالجة الحروق. اليوم أصبح لدينا يعني مركز لمعالجة الحروق يهتم بكل الذين يصابون بالحروق، يأتون إلينا نقوم بمعالجتهم ومتابعتهم طبعا، وكل هذه الأعمال نقوم بها مجانا. المحور الثالث هو معالجة المصابين بوباء كورونا الذي كان له أثر كبير في لبنان. طبعا نحن كنا السباقين بهذا الموضوع، أمننا أجهزة أكسجين، عندنا اليوم 100 جهاز أكسجين يستعيره الناس، نضعه في البيوت من أجل معالجة المصابين. طبعا عندنا أيضا قنانين الأكسجين التي أيضا الذين لا يجدون كهرباء يستعينون بهذه القنانين. إلى الآن نحن عالجنا 1170 حالة إصابة بوباء كورونا، عدد كبير لا يستهان به، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني كان له ثمرة طيبة جدا موضوع معالجة المصابين بالكورونا، وما زال إلى الآن يعني العمل مستمر. يعني الآن هناك أكثر من 30 مكنة موضوعة في البيوت لمعالجة المصابين بالمتحور الجديد الذي دخل إلى لبنان. المحور الرابع هو إعارة الأدوات الطبية. يعني هناك مشكلة كبيرة أصبح عند الناس وخصوصا في ظل الانهيار، لم يعودوا قادرين على شراء الأسرة والعربات والعكازات وفرش المي إلى ما هنالك. المركز الآن يؤمن هذه الأدوات الطبية ونعطيها للمحتاجين الذين هم بحاجة إليها، والمشروع يكبر يوما بعد يوم. المحور الخامس هو محور التدريب والتمرين الذي أيضا يقوم به فريق من المتخصصين. هناك دورات إسعافية ودورات لتعليم الحروق مستمرة في المركز وخارج المركز، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني وضعنا يعني استراتيجية أن يكون هناك مسعف أو مسعفة في كل بيت، لأن هذا الأمر هو أمر ضروري جدا لكل إنسان، يجب أن يكون ملم بالحد الأدنى بالإسعافات الأولية وبكيفية التعامل مع الحرق إذا وقع في بيته. طبعا نحن لم نكتفي بهذا الأمر، هناك استراتيجية عند الجمعية الآن من أجل بناء مركز استشفائي في مدينة المنيا، وضعت الخرائط والدراسات، ونحن قريبا إن شاء الله سنضع حجر الأساس لانطلاق هذا المشروع. الجهة الخارجية التي تمول هذا المشروع والتي دعمتنا بسيارات الإسعاف هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وأنا يعني بوجودكم وحضوركم أوجه لهم تحية إكبار وإجلال على هذا الموقف وهذه المساعدة وهذا الدعم، ولهذا ليس غريب عن المملكة العربية السعودية التي يعني تساعد اللبنانيين منذ عشرات السنين، وهي تدعم لبنان وتدعم الشعب اللبناني دون أي تمييز. طبعا نحن يعني نقوم بهذه الأعمال للبنانيين والسوريين والفلسطينيين، وكل إنسان هو بحاجة إلى مساعدة ومساندة، فإنك ستجد جهاز الإسعاف موجود بجانبه. تحية إكبار وإجلال لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وإلى سموه ولي عهده، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، وإلى الحكومة السعودية والشعب السعودي الشقيق الذين يقفون بجانبنا ويهتمون بأمور الناس في كل بقاع الأرض. بالختام أصدقائي، على أمل تنتهي كل المآسي، على أمل تنتهي كل الحروب، على أمل يعم السلام بكل أرجاء العالم ولا سيما وطننا الحبيب لبنان، وترجع الحياة لطبيعتها وتعالج كل القضايا المعيشية والاقتصادية اللي فعلا كتير صعبة على كل الناس. أكيد بكرر دعوتي لكم لذات شمال لبنان بدءا بالبترون ووصول الأقاصي عكار من منطقة جبل أكروم وادي خالد. كان معكم شمال لبنان منظر المرعبي، أما تصوير لأميس سليمان، وإلى اللقاء.